السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، دامت أوقاتكم أحبتي في كل مكان. موضوع اليوم هو الجليكوسيدس. تعريف الجليكوسيدس definition: تعرف هذه المركبات بأنها مركبات طبيعية يوجد في عدد من النباتات والحيوانات في مجموعات نباتية كبيرة جدا and some animals. هذه المركبات أثناء التحلل تعطي دائما جزيء السكر. جزء السكري هو شجر نطلق له عادة جليكوز، وأيضا النان شجر بعد الجزء الغير سكري ونطلق عليه أجليكونز أو جيني. إذا تعرف الجليكوسيد بأنها مركبات عضوية طبيعية توجد في معظم النباتات الطبية أو معظم النباتات، وتوجد أيضا في الحيوانات. هذه المركبات أثناء التحلل بالأحماض أو الإنزيمات تنتج دائما شجر بعد الجزء السكري والجزء الغير سكري. إذا عرفنا أن الجليكونز يرمز للجزء السكري والأجليكونز للجزء الغير سكري، نطلق عليه عادة هي جيني. More important، هذه مركبات كبيرة مهمة جدا في الطب أو في المعالجة than a lot of drugs، لأن هذه مركبات كبيرة جدا ومجموعات عيش عديدة. إذا الجليكوسيدس مجموعات عيش عديدة تشمل أكثر من 10 عيش مجموعات. تظهر عادة في النباتات الراقية أو في أنسجة النباتات الراقية في كميات صغيرة. Occur in hair plants, tissues in very small amounts. هنا. Also fungals and bacterial cells. أيضا توجد في البكتيريا والفطريات. And animals. Formed by، تتشكل هذه المركبات عن طريق التفاعلات الحيوية. تتشكل من هذه المركبات الغير دائبة that makes a water soluble a water insoluble. تتشكل من المركبات الغير دائبة في الماء. مركبات ايش؟ عالية الذوبانية، يعني نتحول هذه المركبات من مركبات غير دائبة إلى مركبات ايش؟ دائبة. يعني كيف تتشكل هذه المركبات؟ إذا تتشكل هذه المركبات عن طريق ارتباطات بين جزيء السكر. يتحول هذه المركبات من مركبات غير قطبية إلى مركبات ايش؟ قطبية. إذا water insoluble compounds من مركبات غير دائبة في الماء إلى more polar water soluble compounds. Man formed، الأشكال الموجودة في الإنسان الموجودة عادة في الكبد in the liver as a part of a process، تنتج هذه المركبات في الكبد أو في الإنسان نتيجة عملية إيش؟ detoxification، طرد إيش؟ السموم. detoxification، إزالة السموم and they are excreted via urine، وهي تعمل لإخراج عن طريق من اليورين. mammalian glycosides، mammalian glycosides أو مسمى عندنا بالجليكوسيدات الحيوانية السيمبل هو عبارة عن مركبات بسيطة، بينما المركبات النباتية مركبات ايش؟ معقدة كيميائية. حلو، اذا هذا هو السلايد ايش؟ نمبر 1. نطلع على السلايد نمبر 2. جلايكوسيدس عبارة عن ناتشرال سبستانسز، ناتشرال سبستانسز مركبات طبيعية ذات كونتين، اذا تحتوي هذه المركبات على الكربوهيدرات، والكربوهيدرات هنا ممكن يكون مونوساكرايدس، دايساكرايدس and polysaccharides. إذا هنا ما عرفت الآن إنه الجليكوسيدس عبارة عن natural substances that contain carbohydrates, water glycosides part، إذا تحتوي على الجزء الذائب في الماء وهو الجزء السكري of the molecules، لتشكلك مركبة إيش؟ حلقية of the molecule cyclic form of sugar is connected with، وهو عادة يرتبط بالorganic radicals بالجذر العضوي ليشكلك مجموعات الجليكوسيدس. إذا مجموعات الجليكوسيدس تتشكل نتيجة عن ارتباط الجزء السكري بالجزء الغير ايش؟ سكري. هنا by the name of sugar glycosides are divided into two groups. إذا ممكن تكون أو تصنف الجليكوسيدس طبقا للجزء السكري أو طبقا للconfigurations حول شكل الجزء السكري، ممكن تكون بيرانوسيدس. إذا هذه المركبات نطلق عليها بيرانوسيدس. لماذا أطلق عليها بيرانوسيدس؟ لأنه الجزء السكري يأخذ شكل البيران، بينما ممكن أيضا يأخذ شكل الفوران، فورانوسيدس. إذا تنقسم الجليكوسيدس حسب الكونفجريشن، حسب الكونفجريشن أو حسب طبيعة الجزء السكري. إذا نقدر نقول الآن أن الجليكوسيدس طبقا للهيكل العام للسكر أو الجزء السكري أو طبيعة الجزء السكري تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تغلب بيرانوسيدس. لماذا أطلق عليها بيرانوسيدس؟
لان هذه مركبات البيرانوسايدس بيرانوسايدس لانها تاخذ شكل البيران، بينما المجموعه الثانيه مجموعه الفورانوسايدس لانها تاخذ شكل ايش؟ الفوران. There are also and glycosides depending on the configurations of carbon connected to the glycol. إذن وهذا يعتمد زي ما قلنا حسب ايش ارتباط ايش او الهيكل حسب ايش هيكل الكربون المرتبط بايش بالاجليكول. طيب هنا sugar part of the glucose may contain، اذا هذا شيء طبيعي انه ممكن تحتوي على اكثر ايش من جزء ايش سكر، يعني sugar part of the glucose قد تكون المونوساكريدس وقد يكون دايساكريدس وقد يكون ايش ترايساكريدس. انواع الجزيئات السكريه ممكن تكون بنتوسايدس، بنتوسايدس يعني ايش الان؟ بنتوزز يعني سكريات خماسيه. ممكن تكون هيكسوسايدس يعني هيكسوز يعني السكريات ايش؟ السداسيه. بيوسايدس يعني ثنائيه بيوسايدس. اذا هنا معلومه حول شكل ايش؟ السكريات. هنا يا عزيزي الخواص الفيزيائية والكيميائية الفيزيكال كيميكال بروبرتيز او الجليكوسيدز. هنا كلاليس عديمة اللون، معظمها عديمة اللون بعض، ولكن في ايضا منها ايش ملونة. لا تنسى الفلافونويد سافونويز، لا تنسى الانتراكوينينز، لا تنسى ايضا الانتوسيانين، هذه مركبات ايش ملونة. اذا هذه مركبات الان الفيزيكال كيميكال بروبرتيز، بس معظم الجليكوسيدز كلاليس سوليد صلبة امورفس عديمة الشكل، لانفلوتايل غير متطايرة، فلافونويز مثلا اكزامبل من المركبات الملونة، يلو انتراكوينيز ممكن يكون ريد اور اورنج. هذه المركبات تعطي جيف بوزيتيف ريأكشن وذ مولش، مولش اند كيهلينج سوليوشن، اذا مع محلول مولش ومحلول كيهلينج هذه المركبات تعطي لك لون، لون اكثر طبعا هيدروليز بنكشف هنا على مين؟ على الجوز السكري. اذا معروف مولش والفيلينج هذه عباره عن كواشت تستخدم للطرف الامين على جزء ايش؟ السكر. They are water soluble compounds. لماذا هذه المركبات ذائبه في الماء؟ معروفه لانها عباره عن بولر كومباوند، الان صارت عباره عن مركبات قطبيه، اذا هذه المركبات تكون ذائبه في الماء، وايضا تذوب في المركبات ايش؟ العضويه القطبيه. Soluble in organic solvents. طبعا هنا in soluble organic solvents مقصود بها ايش الان؟ المذيبات العضويه الغير قطبيه زي الايثر الى اخره. Most of them have bitter taste. معظمها لا رائحة ايش؟ طعم مر. Except بنستثني البوبولين والجليسرهيزين والستيفيوسايدس. Otherless except صابونين. الصابونين يعتبر ايش؟ ما لهش رائحة زي مثلا الجليسرهيزين. When glycosides has a lot of sugars, its solubility in water decreases. طبعا تقل عادة تقل عادة مسمى عندنا بالذوبانية مع زيادة في الوزن الجزيئي اللي بين المركب. الجلايكوسيدس هيدرولايزد باي يوزنج مينرال اسيد، اذا تنحل هذه المركبات عند استخدامات الاحماض المعدنية زي ال HCl وال H2SO4 وال HNO3. طبعا الاحماض العضوية الاحماض المعدنية المخففة المينرال اسيد هي مقصودة ديليوت اسيد. ديليوت اسيد اما الكونسنتريتد اسيد تعمل لك ديكومبوزيشن للمركب. اذا هنا الجلايكوسيدس هيدرولايزد باي يوزنج مينرال اسيد اند تمبرشر، وايضا درجه حراره تعمل ايش؟ تحلل للمركب، وايضا الانزيمات. اذا الجلايكوسيدس ار ووتر سولوبل زي ما قلنا قبل شويه، وايضا ايش؟ تذوب في المركبات ايش؟ العضويه. الجلايكون باس ووتر سولوبل عاده، احنا قلنا معنا نقسمه، الجزء السكري عاده يكون دايب في الماء وغير دايب في المركبات العضويه، عكسه من الاجلايكونز، الاجلايكونز الاجلايكونز هو اللي حاله بيكون طبعا ووتر سولوبل غير دايب، بينما يكون ذا في مركبات ايش؟ العضويه. طبعا بعض من الجلايكوسيدات تذوب ايش؟ في الكحول لانه ايش؟ قطبي، الكحول ماله قطبي. وظيفه الجلايكوسيدات ان ذا بلانت، رول اوف جلايكوسيدات ان ذا بلانت، كومبارتينج توكسيك ماتيريالز تو نون اور ليس توكسيك. اذا تشكل المركبات السامه الى مركبات غير سامه او قليله ايش؟ السميه. اذا وظيفه الجزء السكري الان تقليل سميه هذه المركبات. Converting toxic material من هذا اللي يعمل converting toxic material الجزء السكري. إذا الجزء السكري يشكل المركبات السامة إلى مركبات إيش أقل إيش سمية. Transfer ناقل 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 السكر عندما يرتبط بهذه المركبات بيعمل لها الناقل. Transfer water insoluble من الآن اللي ينقل على هذه المركبات الغير ذائبة السكر. إذا السكر يرتبط مع هذه المركبات transfer ينقل هذه المركبات transfer water insoluble substances by using طبعا المونوسكريدس. الجلوكوز الرموز لا اخره.
يعتبر ايضا السكر جزء مصدر للطاقه. Storing harmful products ايضا خازن للمركبات السامه زي الفينول. Regulation of certain function يعمل على تنظيم بعض المركبات الوظائف زي مثلا وظيفه ايش النمو. بعض هذه الوظائف ايش تكون have beautiful colors وهي تلعب دور كبير بعمليه التلقيح. Some glycosides have antibacterial وبعض المركبات وبعض الجلايكوسايدز لها تاثير مضاد للبكتيريا. اذا بتلعب ايش الان دور كبير في حمايه من النباتات من الامراض. اذا هذه وظيفتها هي الان الجلايكوسايدات ومركبتها ايش الجلايكوسايديه in the plant. كم معك وظائف؟ 1 2 3 4 5 6 7. حلو. هنا تصنيف الجلايكوسايدات حسب الرابطه اللي بتنشا بين الجزء السكري والجزء الغير سكري. هنا الرابطه ممكن تكون O جلايكوسايدات رابطه اكسجينيه، ممكن تكون S جلايكوسايدات رابطه ايش سلفر باوند، ممكن تكون نيتروجين باوند، ممكن تكون سي باوند. اذا تنقسم الان الجلايكوسايدات الى اربع ايش مجموعات. هذه تبقى لمين؟ للرابطه اللي بتنشا بين الجزء السكري والجزء الغير سكري. O جلايكوسايدات، S جلايكوسايدات، N جلايكوسايدات، C جلايكوسايدات. طبعا حسب السكريات classification of glycosides according to sugar bag ممكن نطلق عليها glucosides. مثلا نطلق هذه المركبات glucosides عندما تحتوي على مين؟ على الجلوكوز. example sinusoides. rhamnosides متى اطلق على هذه المركبات؟ rhamnosides اذا احتوت على اجزاء ايش؟ على الرمنوز. for example رانجولين. digitosides digitoxos سكر. digitoxin example glucuronosides هذا عندما تحول الجلوكوز والرمنوز زي مثلا الجلوكو فرنجول وهكذا. اذا هذه امثله على مين؟ على تصنيف الجلايكوسايدات حسب الجزء ايش؟ السكري. اما تصنيف الجلايكوسايدات حسب الكيميكال جروب حسب المجموعات الكيميائيه نقدر نقول صابونين. اذا مجموعه الصابونين مجموعه الصابونين صواب صواب الجزء الغير سكري بيكون ايش؟ الصابونين. وهذا ترانس لينكد ستوري قد يكون ايش الان؟ ستريدلز ديرجنتينج او ديسكوريا. كاردياك جلايكوسايدس بايزون من المركبات السامه زي السكويل والديجيتاليز. انثراسين بورجيتيف لها تاثير ايش؟ ملين ومسهل زي الالوي فيرا زي السنه زي الكسكارا. فلافونيدلز اذا المركبات الملونه الفلافونيدل هذه مضاده ايش؟ للالتهابات. انتيفلاموتري دراج زي الجينكيجو بيلوبا. مثلا الكومارينات ايضا سيكلوكسيجنيز انهبيتورز نسميها عاده زي الاميفيسناجا. فيروليك انالجيسيك زي مثلا الاسبرين اسبرين او الصاليسين. ساينوجينيك جلايكوسايد زي البيتر المونز بيتر المونز او الاميجدالين. اذا هذه التصنيف حسب الكيميكال ايش جروب. هنا حسب التاثيرات الدوائيه ممكن ايضا نقسم هذه المركبات حسب التاثيرات الدوائيه الى مجموعه السي اتش اف اللي هي congestive heart failure أو cardiac muscle stimulation. إذا الأدوية تستخدم في علاج احتشاء عضلات القلب وهي الديجيتاليز الديجيتاليز والزامبل أو الأمثلة ديجوكسين والديجيتوكسين والجيتوكسين الموجودة في نبات كف الثعلب. الأوابين استروفانثيس الموجودة في نبات أو في بذور الاستروفانثيس فور زامبل كاستروفانثين أيضا وايضا سيسيلارين. هذه امثله على من الان على ادويه من القلب. ادويه القلب نسميها سي اتش اف اللي هي كونجستيف هارت فايلرز ولا كاردياك ماسكال سيموليشن. هنا معك ايضا لاكزيتيف جروب او جلايكوسايدس الجلايكوسايدس الملينه هي السينوسايدس موجوده في نبات السنه تطلع عليها سينوسايدس اي وبي وسي اللي هي مجموعه الانتراسين جلايكوسايدس او انتراكوينين جلايكوسايدس. كاسكاروسايدس موجوده في نبات الكاسكارا بارك. الالوين والبربلوين موجود عاده في الالوفيرا او في الصبار. لوكال اريتيشن جروب مجموعه ثالثه وهي تعمل ايش؟ تحفف مسمى تهيج للجلد تقريبا. لوكال اريتيشن جروب زي السينيجرين الموجود في الخردل الاسود والبراسيكا ايش؟ نيجرا او مسمى عندنا البراسيكا ايش؟ نيجرا هو الاسم العلمي للنبات. انالجيسيك مسكنات الالم او قابلات الحراره زي مثلا الساليسين او الصلصليك ايش؟ اسيدز الموجود في نبات الصفصار. انتي انفلاماتوري ايضا الالوين الموجود في الصبار ويستخدم مثلا في علاقات الاكل او حب الشباب. ايضا الجليسر هيزين الموجود في عرق ايش؟ السوس ويستخدم في
كمضاد للالتهابات ايش؟ قرحات ايش؟ المعده. هذا امثله لعمليه التصنيف، امثله فقط للتصنيف ايش؟ كيف نصنف الجلايكوسيدز؟ اذا ممكن نصنف الجلايكوسيدز حسب التاثيرات ايش؟ الدوائيه. يعني ممكن تكون الان في الجستف هارت فايلرز، ممكن تكون لاكزيتيف جروب، ممكن تكون ايش؟ لوكال اريتيشن جروب، ممكن تكون انتي ايش؟ انفلاماتوري. اما طرق الاستخلاص يا عزيزي extractions of glycosides. ستيب 1 الخطوه الاولى نجفف النبات الطري في فرن خاص عند درجه 100 لمده 30 دقيقه. الطريقه الثانيه ستيب 2 boiling them، بعدين نعمل له ايش؟ غليان مع الاورجانيك سولفنت لمده 20 دقيقه، وبعدين نعمل له ايضا boiling with acetone لمده ايش؟ 5 دقائق. ها في حاله موجود معك تانز او كميه كبيره من التانز نستخدم ما يسمى عندنا اسيتات ايش؟ الرصاص لترسيب ايش؟ الاعفاء. لترسيب ايش؟ الاعفاء. اذا هذه طريقه ايش الان؟ استخلاص. وهذه لازم نعمل هذه الاشياء قبل ما نستخلص. طيب اذا هنا ديكتيفيشن اوف انزيم، نعمل تطبيط الانزيمات، تطبيط الانزيمات يعني نوقف حركه الانزيمات. كيف نوقف حركه الانزيمات او التفاعلات الانزيميه؟ عن طريق التجفيف. اذا التجفيف او الغليان او التبريد. اذا معنا ثلاث طرق عشان نعمل ديكتيفيشن اوف انزيم. الطريقة الأولى drying، الطريقة التالية boiling غليان، والثانية ايش؟ freeze drying التجفيف بالتبريد. الطريقة الأولى نعمل ناخذ fresh materials نقف لمدة 30 دقيقة عند درجة حرارة 100، عند درجة ايش؟ 100. بعدين الخطوة التالية بتكون تجفيف ايش؟ بطيء at low temperatures. ثانية نغمر، بعدين نغمر الفريش materials in boiling waters في الماء الساخن، ولا بولينج الكحول لمدة 10 إلى 20 دقيقة. تمام؟ فاهم؟ مما نعمله الآن بماء ايش؟ مغلي أو كحول ايش؟ حار لمدة 10 ايش؟ دقائق. وبعدين بولينج ذا فريش بلاند ماتيريال ويث أسيتون. طبعا هنا أنت بتعمل فقط ممكن تستعمل ايش؟ طريقة ايش؟ واحدة من هذه الطرق. كارينج أوت، بعدين نعمل ايش؟ استخلاص عند درجة حرارة ايش؟ منخفضة باستخدام ما يسمى عندنا ايش؟ بالأورجانيك ايش؟ سولفين. فريز دراينج، اذا معك انا اكثر من طريقه يا شباب، هنا معك دراينج، ولما عندك تستخدم ايش الان؟ تجفيف. التجفيف ممكن تستخدم الغليان، الغليان او الفريز دراينج. هذه معك طرق، اختار انت ايش؟ طريقه واحده ايش؟ من هذه الطرق اللي عملتها ايش؟ ديكتيفيشن اوف انزيم عشان تعمل تطبيط للانزيمات. طبعا هذه المركبات يجب ان تستخلص في وسط متعادل، في وسط ايش؟ متعادل. يعني لازم نحافظ على النيوترال بي اتش، يجب ان نحافظ على البي اتش 7، لازم يكون حقك البي اتش حق المذيب 7 شولد بي، 10 شولد بيفور اند دورينج، يجب ان تقاس اثناء الاستخلاص او بعد ايش؟ الاستخلاق او اثناء الاستخلاص، يجب ان تقاس ان تقيس البي اتش. اذا البي اتش او الرقم الهيدروجيني للمذيب يجب ان يقاس وان يكون ايش؟ متعادل. حتى تحصل ايش الان؟ على استخلاص جيد لهذه المركبات. اذا هذه المركبات تستخلص عند درجة ايش؟ البي اتش حقها تكون 7، يعني لازم يكون حقك المذيب ايش؟ متعادل. ممكن اذا هو مثلا اسيد نضيف له ايش؟ اسيد ماي هيدروليز. اذا هو وسط حمضي ممكن اعمل تحلل لهذه المركبات. يعني اذا ما ينفعش نستخلص وسط الحمضي. لماذا؟ لان الوسط الحمضي ايش بيعمل لك؟ هيدروليز. اذا نضيف كربونات ايش؟ الكالسيوم عشان نعمل ايش؟ تعادل. نعمل معادلة، لازم يكون عندك الوسط ايش الان؟ متعادل. جميل. ايضا لو وسط حقك قاعدي ممكن تشكل لك ايش الان؟ رسميزيشن، تشكل لك مركبات ايش؟ نظائر ايش؟ اخرى لهذه المركبات. اذا يجب ايش الان؟ ان نستخلص في وسط ايش؟ المتعادل. لماذا؟ عشان نحافظ على المواد الفعالة، لان الوسط الحمضي يعمل تحلل لهذه المركبات. تحلل. بينما الوسط القاعدي ايش يعمل لك؟ يعمل لك ايضا انجنتج مركبات ايش؟ اخرى او مركبات ايش؟ نسميها بروديس راسيميزيشن. ايضا درجة حرارة عالية بتعمل لك هيدروليزيس. اذا لازم ان نحافظ على درجة حرارة تكون ايش؟ جليد او تكون ايش؟ ناعمة او هادية. هنا هاي امونت اوف ليبيد. اذا معك انت الان ما يسمى عندنا مثلا بذور، بعض الوقت تستخلص بذور والبذور حقك تحتوي على المواد الفعاله الجلايكوسيدز. في هذه الحاله يجب ان نستخدم ايش اولا؟ قبل الاستخلاص البتروليوم ايش؟ ايثر. لماذا؟ عشان نعمل ازاله لمين؟ للدهون، للبروتينات، للاحماض الدهنيه. اوكي. اذا هذه متى نستخدمها الان؟ عندما يكون مثلا معك ايش؟ هاي امونت اوف ليبيد، معك في الخلاصه حقك كميه عاليه من مين؟ من الليبيد او الدهون. في هذا ما يكون مركبه مرتبطه بالدهون، يعني زي مثلا يكون معك بذور لحم. بعدين بسيطه جدا
ناخذ السولفنت المناسب ونعمل اي حسان ادزوربشنز كروماتوغرافيا ونعمل ترسيب وتنقية. هنا يا عزيزي اما كيف نتعرف على المركبات، هنا اذا معنا الجلايكوسيدس الليبرمنتس، اذا الليبرمنتس هو عبارة عن من؟ عن كلوروفورم مع وجود حمض الاسيتيك اسيد. اذا هو عبارة عن الان عن خلاصة 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 من اكستراكت مع وسط ايش؟ الكلوروفورم، فانتقل لك ايش؟ فيلت تو بلو تو جرين كلوريشن. اذا في حالة الجلايكوسيدس بشكل عام بتجيب لك ايش الان مع الليبرمنتس ايش بتجيب لك؟ فيلت اور بلو كلوريشن ولا جرين. اما الانثراكوينين تستخدم البارانترينجر تيست، وهو عباره عن خلاصه 3 ملي من الخلاصه مع 3 ملي بنزين والامونيا NH4 3 بيطلع لك بينك كلرز. الكومارينات في وسط القاعده بتجيب لك يلو كلريشن. الصابونين بتجيب لك اكيد رغوه ولا امولشن مع الزيوت. سعد الله اوقاتكم بكل خير، واتمنى انكم استمتعتم بمحاضره هذا اليوم، متمنين لكم الاستفادة القصوى من هذه المحاضرة. راجيا منكم أيضا أن تتكرموا بالاشتراك في القناة حتى نستمر في عملية العطاء.